مشاهدي قناة الشرق قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم على المباشر من مدينة الزهور مدينة المحمدية. كما كتلاحظوا معنا بالصورة خروج المواطنين في هذا الاثناء، سكان ديال مدينة المحمدية يا اما المقاهي او توجه الى المساجد من اجل الصلاة ديال العشاء، وحنا على بعد لحظات من الاذان ديال العشاء. كما كتلاحظوا معنا الكل في هذا الاثناء متوجه للمساجد، اكيد الاجواء الروحانيه ديال الشهر الكريم كنعيشوها يوم بيوم ولحظه بلحظه، رجالا نساء الكل كيتوجه في هذا اثناء المقاهي، وكاين البعض منهم كما قلنا مشاهدينا ومتابعينا كيتوجه يعني المقاهي، وكاين اللي كيمشي للمساجد انه يصلي، يعني كل واحد وفين كيخرج من بعد المائده ديال الافطار. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشارقه قناه شوف تيفي، اجواء رائعه اكيد من بعد التوقف ديال حركه السير من بعد الاذان ديال المغرب. الان الحركه كترجع للشوارع ديال مدينه المحمديه كباقي الشوارع ديال المملكه المغربيه، الكل كيف ما قلنا يا اما كيتوجه للمساجد يا اما كيتوجه للمقاهي، بالاخص الرجال والنساء والمسنين بالاخص، يعني الكل صراحه كيتوجهوا للمساجد قبل يعني قبل من الاذان ديال 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 العشاء. كنشوفوا النساء والرجال كيتوجهوا يعني باش يحاولوا انهم يجلسوا في الاماكن المتقدمه من المسجد، حيت اكيد حنا كنعرفوا الاكتظاظ الكبير اللي كيكون في المساجد، الاغلبيه ديال الناس يا اما ملي كيمشيو للجامع كيلقاو الجامع عامره، يعني كيصليوا على برا الجامع. الان وعبر المباشر كنشوفوا الرجال والنساء في هذا الاثناء مشاهدينا ومتابعينا كيتوجهوا للمساجد، وكذلك يعني حتى الحركه رجعت من جديد في الشوارع ديال المدينه، وكاين البعض منهم اللي اكيد كيجي المقاهي، يعني المقاهي ايضا ممتلئه، كاين اللي غير كيفطر مع الوليدات ديالو مباشره مع الفطور، يعني كيفطر كيخرج من الدار وكيتوجه للمقهى باش اكيد يتشارك الاجواء مع الاصدقاء ديالو. كاين اللي مبليين الله يعفو عليهم، اكيد كل واحد والقهوه سياره بليا عندهم مواليها، كاين الناس اللي مبليين يعني ما يقدرش يجلس بلا ما يشرب القهوه، اكيد اليوم كامل هو يعني بدون قهوه، اكيد من بعد الافطار ولا بد ان يشرب القهوه. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا الحركه مستمره في هذا الاثناء في الشوارع ديال مدينه المحمديه مدينه زهور، اكيد من بعد يوم مشمس، يعني كانت اجواء مشمسه لواحد الدرجه كبيره وكبيره بزاف، الان الهدوء، الان اجواء بارده بمدينه زهور. وكما كتلاحظوا معنا الحركه بالاخص المسنين اللي صراحه من الاوائل اللي كنشاهدهم دائما كيتوجهوا للمساجد وكيمشيو يعني قبل الاذان، صياما مقبولا باذن الله جميع المغاربه واجرا، ان شاء الله نتمنوا ان هذا الشهر الكريم يكون علينا بالكثره ديال الحسنات والخير والبركات، ونحاول بقدر الامكان اننا نديروا الخير مع بعضياتنا، نساو المشاكل ونساو الامور الخيبه، نفكروا اننا نزيدوا القدام، سواء نكونوا غالطين ولا ماشي غالطين، دائما نكونوا حنا السباقين للصلح، باش دائما يكون القلب بيض من جهه بعضياتنا، والانسان يحاول قبل اكيد المأدوبه ديال الافطار. حنا كنعرفوا ترى مدينه اللي كتكون قبل الافطار الانسان ما كيكونش يعني كيكون غير على سبه، كاين البعض منهم اللي كيكون غير على سبه، وكاين اللي يعني الخاطر عنده واسع واخا يتقلق يعني ما كيديرش في باله، كاين واحد الفئه اللي صعيب انه يصبر يعني كلمه جوج والا كيتنرفز. نتمنوا ان هاد الناس يحاولوا بقدر الامكان انهم فهمتي ما يشدوش الخاطر ديالهم. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا النساء في هذا الاثناء عبر المباشر ديال قناه الشرق قناه شوف تيفي، كنوريكم ما يقع في هذا الاثناء مدينه الزهور مدينه المحمديه، النساء كيتوجهوا باعداد كبيره في هذه اللحظات المساجد باش يؤديوا صلاه العشاء وايضا صلاه التراويح. اللهم تقبل منا ومنكم. كما شاهدتم معنا مشاهدينا ومتابعينا الكل في هذا الاثناء كيتوجه للمساجد قبل لحظات من الاذان ديال العشاء، وكذلك التراويح اللي اكيد من بعد صلاه العشاء، والا كنشوفوا اعداد كبيره من المواطنين كيكملوا التراويح حتى النهايه. وايضا كما كتلاحظوا معنا الحركه يعني مستمره في هذا الاثناء في شوارع ديال مدينه المحمديه والمقاهي ايضا، يعني كاين ناس محبين ديال المقاهي ما يقدرش يدوز يعني من بعد الافطار، ما يمكنش انه يزيد يجلس دقيقه في الدار، والا كيفطر من بعد الافطار كيخرج مباشره المقهى باش يجلس ويعني ويشرب منها قهوه ومنها يتشارك الكلام مع الاصدقاء، وكاين اللي كيفضل انه ما يجيش للمقهى حتى يمشي يصلي الصلاه ديالو من بعد عاد يتحرك المقهى ويجلس مع الاصدقاء ديالو. وكما كتلاحظوا مشاهدينا ومتابعينا اجواء صراحه جميله كنعيشوها في الاثناء مدينه المحمديه، كما كتلاحظوا يعني الكل في هذا الاثناء بدون استثناء
الجهه اللي كنصور مشاهدينا في هذا الاثناء الكل يعني متوجه للمسجد، مسجد السنه الحي الرشيديه. اكيد الكل كيبغي يدي الاجر في هذا الشهر الكريم ويبغي يكون صباغ الصلوات الخمس. هادشي بغينا باذن الله يكون ماشي غير في الشهر الكريم، بغينا يكون في جميع الايام. حنا كنعرفوا الاكتظاظ الكبير اللي كيكون في الايام ديال الشهر رمضان على المساجد، الكل صراحه كيتوجه سواء في صلاه ديال الفجر او صلاه ديال الظهر او العصر او المغرب او العشاء. يعني كنشوفوا القبول الكبير من طرف المواطنين على المساجد، وكذلك الاطفال الصغار مع الاهل ديالهم. كما قلنا نتمنوا ان الانسان حتى البعض منه، حيت كاين اللي ما كيكون ما كيصليش، ولكن في الظرفيه ديال شهر رمضان يعني ما كيشوف الناس كلشي كيصلي، يعني كيحشم هو يكون ما يصليش، يعني كيضطر كيولي يصلي وكينوي انه يصلي. ولما لا كاين البعض منهم اللي غير في الشهر الكريم يعني ولا في الصلاه، يعني الصلاه راه بحال بحال اي حاجه، بحال العمل الصالح اللي كدير في الحياه ديالك، كتفيق الصباح كتمشي للعمل ديالك او كتمشي للدراسه. كذلك الصلوات الخمس راه الانسان اللي تعود عليهم راه كيولي يعني يصلي بشكل متكرر وعادي. هادشي علاش كاين بعض منهم اللي ولف انه يصلي في الشهر الكريم، يعني هذاك الشهر كامل اللي كان كيصلي يعني كيولي يصلي، يعني كتجي صعيب انه يقطع الصلاه. وكاين البعض منهم الله يهديهم كيقطع الصلاه من بعد رمضان. هادشي ما بغيناش يكون، بغينا يعني الناس كاملين انهم يتعودوا على الصلوات الخمس ويبقاو يعني ملتزمين بالصلوات. والله يدير اللي فيها خير. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا مازال المواطنين في هذا الاثناء مازال كيخرجوا من المنازل ديالهم وكيتوجهوا مباشره للمساجد ديال مدينه المحمديه باش يؤديوا صلاه العشاء والتراويح ايضا. وكما قلنا البعض منهم يعني كاين في المقاهي، كل واحد وفين تقدر تلقاه دابا. وكاين اللي كيفضل انه يصلي يعني في الدار، يعني كيكون من بعد يوم ديال العمل والتعب كيفضل انه يصلي في المنزل مع الوليدات ديالو. كاين اللي كيصلي بالاسره ديالو الى اقتدى به الحال انه يمشي في الجامع، كيصلي في الدار هو والعائله ديالو حتى هي خير. الاهم ان الانسان يصلي ويدير الواجب اللي عليه. وكما قلنا من اهم الاشياء انه الانسان يحاول يتفادى الخصام والجدال في هذا الشهر الكريم. بغينا المغاربه يكونوا خوت، بغينا العائلات انهم يتجمعوا في طابله واحده، ما بغيناش ان لا هذا مخاصم مع خوه يعني ما يجلسش مع خوه، ولا هذه مخاصمه مع خوها ما تجلسش مع خوها، ولا هذا مخاصم مع الاب ديالو ولا الام ديالو. حنا كاملين خوت وكامل خاصنا نتسامحوا مع بعضياتنا ونحسوا ببعضياتنا ونساو المشاكل. اكيد هذا الشهر هذا ديال المغفره والرحمه وديال صله الرحيم، بالاخص صله الرحيم، ان الناس يحاولوا الناس واخا يكونوا مخاصمين على ايا كان في هذا الشهر هذا الكريم يحاولوا بقدر الامكان يتصالحوا ونساو المشاكل. حيت الحياه كما قلنا راه كنعيشوا واحد الوقت قصير في الحياه ديالنا، وبامكاننا بلاص الحوايج الخايبين نقدروا نديروا حوايج مزيانين اللي نخدموا بهم الاخره ديالنا. في الدنيا وقتنا معدود ولحظات معدوده كنعيشوها، ولكن في الاخره غنتحاسبوا على كل حاجه زوينه وحاجه خايبه. هادشي علاش نكثروا من الخير ومن الحسنات باش في الاخره نلقاو باش نتلاقاو مع الله. هادشي اللي نتمناه لينا ونتمناه لجميع المغاربه، ونتمناه اكيد موتى مستوره لينا ولجميع الامه الاسلاميه. والله يرحم موتانا المسلمين في هذا الشهر العظيم، شهر المغفره والرحمه. وكذلك الله يشافي كل مريض. وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا اجواء صراحه اكثر من رائعه كتعيشوها معنا عبر المباشر ديال قناه الشعب، قناه شوف تي في مباشره من مدينه زهور مدينه المحمديه. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا ومتابعينا، ونتمنى لكم ليله سعيده والسلام عليكم.